شكرا لك استاذ عهد. اكيد شكرا لكم جميعا. شكرا. مساحتنا لوين رح تكون هلا زينب؟ نرمين رح نروح من الاحوال الجويه لا رح نروح على شيء ثاني قانوني. طبعا رح نروح على عقد الايجار ورح نحكي شو هالعقد اللي ممكن يتضمنه. الماده 585 من القانون المدني بتقول انه يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشيء معين لمده معينه لقاء اجر. طبعا لنحكي اكثر عن عقد الايجار خصائصه وما هي، وخاصه انه يمكن بهالفتره كثير نرمين زادت الاجارات. صحيح. زادت الاسعار، يمكن المستاجر ما بيعرف حقوقه كمان كثير منيح، فخلينا نحكي هالتفاصيل مع الاستاذ المحامي نباز زيتون. اهلا وسهلا فيك وسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ نبال. لما نقول دائما عقد دائما يعني في طرفين، خلينا اول شيء نعرف المشاهدين بشكل موسع اكثر عن عقد الاجار شو هو وشو ماهيته. نحكي عقد الأجار يعني بشكل مبسط مثلاً يوصل لأكبر شريحة ممكنة. إرادة شخصين اتفقوا على أنه شخص يمكن شخص من الانتفاع بشيء ما لمدة محددة في مقابل أجر معين، والمؤجر يستفيد من هذا الأجر. عقد الأجار له خصائص مهمة كتير بتفرقوا عن كتير عقود. بتبلش أول شيء أنه هو عقد مسمى، ومعنى كلمة عقد مسمى أنه هو عقد موضح تماماً بالقانون، وقد سماه القانون بكلمة عقد الإيجار ووضحه، وضح ماهياته، وضح خصائصه مثل عقد البيع غير العقود اللي هي غير واضحة، فهذا العقد واضح تماماً. اثنين، جوهر عقد الإيجار هو المدة الزمنية المحددة. عقد ملزم للجانبين، يجب أن يلتزم المستأجر بالحفاظ على المأجور ودفع الإيجار، وأن يمكن المؤجر المستأجر من أن يستفيد وينتفع من المأجور. عقد معاوضة، يجب أن يكون هناك ثمن أو مبلغ، ليس ثمن، مبلغ مقابل الإيجار ومدة الإيجار المحددة. عقد معاوضة مثل ما قلنا، عقد ملزم للجانبين. نعم. عقد مسمى له مدة زمنية محددة ومقابل زمن محدد. نعم. إذا عقد الآجار هو عقد واضح. يعني يختلف عن العقود الأخرى أو صيغة العقود. تمام. الأخرى. تمام. طيب خلينا نحكي بما المشاكل عم تصير بهالأيام. تمام. إذا أحد الطرفين إن كان مستأجر أو مؤجر خالف أو نكس بشروط العقد، شو ممكن تكون الإجراءات القانونية؟ ولما بده حدا يجي يستأجر بيت أو مثلا أنه يكتب عقد لا أجار، كيف تكون الإجراءات؟ فخلينا نحكي بهالتفاصيل. هلا عقد الإيجار هو عقد لقاء تلتقي إرادة طرفين شخصين، فهو بالقانون ما له شكل محدد لأنه هو له شروط محددة وليس شكل. نعم. محدد، ممكن كل واحد يملي إرادة الطرفين إلى أين تذهب. العقد هو اتفاق إجاب وقبول بغض النظر إذا كان مكتوبا أو غير مكتوبا، لأنه الكتابة هي وسيلة إثبات وليست هي العقد. العقد ينعقد بمجرد الإجاب والقبول بين الطرفين. المشاكل اللي عم تروح هلا، اللي عم نروح عليها هلا خاصة بعد الأزمة والتنمية والناس اللي انتقلت لمحلات، إنه في ناس اجت قعدت عند أشخاص تانية بدون ما تعمل عقود. هلا حقيقة هون المحكمة المختصة هي محكمة الصلح، مختصة بجميع الدعاوى الإيجارية، اختصاص نوعي وليس كيفي. بما معنى أن الاختصاص لمحكمة الصلح مهما كانت قيمة الآجار زهيدة أو جامروا عن اللغة الفصحى غالية أو رخيصة، فمحكمة الصلح هي المختصة. بدي أقول هون إحنا بس للسؤال أرجع مشان تحديدا ما ضيع المشاهدين، الموضوع شائك كتير كبير. كنا عم نحكي عن موضوع الإيجار في ابتداء مرسوم 111 سنة 52، كان هذا إجا على قانون الإيجار، إجا عمل اللي هو صار عقد المقاولة والإيجار واللي يسمى بسوريا الفروغ. لرعد نجي لعقود الإيجار اللي بتصير بقانون 6 عام 2001، هون ما بقى في هذا الموضوع، صار إجماع حتما يجب أن تحدد المدة بالقانون. سابقا لقانون 6 2001 كان يجدد تلقائيا واللي قلنا عليه بيكون الفروغ، بينما الأجار القديم هلا الأجار القديم اللي بنقوله فروغ. تمام. بعد إجا العقد
كانوا يسموا العقد المسجل هو عقد سياحي. نعم. وهذا اطلاق لقب خاطئ يعني. بعد قانون 2000 رقم 6 لل 2001 كان بتعديله بالقانون رقم 10 2006 ونهاية بالقانون رقم 20 2015 صارت العلاقات الإيجارية واضحة جدا وصارت ذهب المشرع إلى تثبيتها وإلى إلغاء فكرة أن يمدد العقد تلقائيا. فنحن هون أمام عقد واضح المدة سواء ذهبت إرادة الطرفين إلى ذلك أو لم تذهب أو أحد الطرفين حاول يتلاعب بأنه هو ما يحدد المدة. يعني فكرة الفروغ ابتداء من قانون رقم 6 العام 2001 التغت. بدي أحكي تفضل في شي حابب تضيفه؟ كنت بدي أقول إيه أنه نحن هون في فكرة مهمة لنروح للعقود الجديدة العقود الأجارات السنوية أو الشهرية اللي بتصير. هاي العقود إلى أشكال مختلفة لأنه هي مثل ما قلنا تذهب إلى إرادة الأطراف. هذا العقد اللي مهم كتير فيه هو أنه اللي حتى المشرع أنه يسجل ويثبت بالدوائر المختصة الدوائر المختصة اللي هي بتكون بالمحافظات المحافظة أو بالبلديات البلدية أو الجهة الإدارية المختصة لتسجيل هذا العقد. بهي الحالة كثير بتصير العملية أوضح وأسهل بالنسبة للمؤجر وللمستأجر سواء للمطالبة بالثمن أو لا. لتسليم المأجور لأنه بيكون ذلك من خلال الذهاب إلى دائرة التنفيذ مباشرة للمطالبة بالإيجار أو لتسليم المأجور وبيكون ذلك من خلال إخطار بدون بطاقة بريدية وبدون المشاكل الروتينية اللي كانت عادة تبليغه وموجود وما موجود. هون بيكون معه إخطار خلال 5 أيام بعد انتهاء العقد الذي هو محدد المدة إلى تسليم المأجور ومن ثم دائرة التنفيذ تعطي مهلة وتحدد النهار لتطلع تنفذ بإخلاء المأجور إذا كان العقد مثبت. تمام. خلينا نحكي مثل ما قلنا نحن بالأزمة اللي عايشينها بسوريا يمكن عدد المستأجرين أكثر هنم بكثير من الملاك. تمام. ونعرف نحن بالقانون المدني بسوريا أنه العقد هو شريعة المتعاقدين. تمام. خلينا نحكي عن بعض المشاكل اللي عم بتصير سواء من قبل المؤجر أو المستأجر. أبرزها يمكن عم يكون الإخلاء اللي بيكون فجأة. تمام. المؤجر بده يطلع المستأجر أو سواء بده يرفع الأجار مثلا بعد سنة أنا بدي أرفع الأجار. يا ترى العقود بتضمن هاي الحقوق سواء للمستأجر أو المؤجر؟ هلا أنا حاولت بالأول ما بعرف إذا وصلت الفكرة أنه فرق بين ما قبل القانون رقم 6 عام 2001 وما بعد الجديد. أحدث قانون ما قبل تدعى الدعوة دعوة إخلاء. ما بعد هو فسخ عقد. ما عاد في إخلاء لأنه أصلا التغيت فكرة أنه أنت تقدر تستحوذ أو تأخذ الفروغ. يعني هاي نقطة مهمة كتير. نحن الإخلاء هو لا 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 لمالك حق الفروغ وليس كعقد ما بعد 2006 لأنه صار في عقد. العقد مثل ما ذكرنا هو مكتوب أو غير مكتوب وهو عقد أجار محدد المدة. هون رح أحكي عن المالك بداية ثم على الأجار سريعا. المالك ما قبل قانون رقم 6 كان له حق دعوى الإخلاء في شروط محددة حددها القانون وهي واسعة وكثيرة وعطى حق 40% للمستأجر من ثمن العقار في حال وجود دعوى للإخلاء. وهون بدنا نفرق بين التجاري والسكني. نحن بنروح للسكني هون له سلطة المالك بهذه الدعوى. بالتجاري لا يوجد للمالك سلطة إلا بموافقة المستأجر لا الإخلاء. وهون بدي ضيف عليها شغلة إنه حاليا بالقانون بعد القانون رقم 20 تاريخ 11-11-2015 أصبح يجب على صاحب الفروغ حين يريد أن يبيع حقه بالفروغ بإرسال بطاقة بريدية إلى المالك معه مهلة 30 يوم. المالك بيطلع له المالك حق جديد 10% من القيمة التي افترض بيعه وإله الأولوية في الشراء مع حسم 10% من قيمة حق الفروغ. نعم. إذا رحنا لما بعد قانون رقم 6 2001 وتعديلاته 2006
العقد هون فسخ عقد، ما في إخلاء، هي دعوة تقام أمام محكمة الصلح لفسخ العقد. وإذا كانت مثبت العقد في الدوائر الإدارية فهي مجرد ذهاب سنة تنفيذي، يعتبر عقد الإيجار مباشرة إلى دائرة التنفيذ مكان موطن العقار لإبلاغ مثل ما قلنا لإبلاغ المؤجر بتسليم العقار، باختاره دون بطاقة بريدية، دون خلال خمسة أيام، ومن ثم يحدد رئيس التنفيذ تاريخ محدد للإخلاء الإجباري أو الإلزام. خلينا نحكي عن الشيء اللي هلا عم بيصير على أرض الواقع بعيداً عن الدراسات القانونية. كمحامي، الثغرات القانونية اللي عم تصير، المشاكل اللي عم تصير، اللي عم تجيك، الحالات اللي عم تصير على أرض الواقع من الإخلال بهذا الموضوع، إن كان من المالك أو المستأجر، خلينا بس نوعي العالم شوي على الثغرات أو الأخطاء الشائعة. تمام. نحن أكبر مشكلة عم تصير بالوقت الحالي هي أنه بسبب التهجير، بسبب الأزمة اللي مرقت على البلد، أنه في أشخاص راحوا قعدوا ببيوت عالم، النخوة تبع أهل البلد والنخوة السورية المعروفة، فما كان في عقود أنه تفضل عود ببيتي تفضل يعني في نسبة منيحة للأسف الشديد، أنه يمكن كمان هني عندهم مشكلة، يعني يمكن إذا مننظر للموضوع بشكل واسع لا هدول بقى عندهم محل يروحوا عليه، وأصحاب العقار بدهم عقاره. هلأ هون كمان تم يعني أوقات تذهب بعض النفوس الضعيفة أنه أنا صرت مستملك وأنا صار إلي فروع وأنا بدي فروع، هذا الحكي غير صحيح مثل ما حكينا، لأنه القانون وضح من بعد عام 2001 أنه ما عاد في مجال لحق الفروع، صار ترفع دعوة أمام محكمة الصلح اللي هي مختصة. هون بدنا نقول أنه المشرع كمان اختصر موضوع التقاضي بالأجار أو حددوا بدرجتين تقاضي اللي هن محكمة الصلح ويكون قرارها مبرما، ويعود الحق بالطعن بالنقد فقط، يعني شال مرحلة الاستئناف. تنظر محكمة النقد في قرارات محكمة الصلح حتى ضمن نص القانون، يعني بطريقة توجيهية بتقول المادة بطريقة مستعجلة أن تنظر محكمة النقد بقرارات محكمة الصلح. أكبر مشكلة هي وقت اللي بيكون ما في بدل إيجار، هون منروح للعارية وهون دعوة مختلفة، وإنما اللي بدي أقوله أنه الأصحاب اللي قدموا بيوتهم في عندهم طريق قانوني، لو ممكن يكون طويل شوي، لأنه بيفترضوا أنه أشهر، يعني في شوي بعدنا عم نعاني أصلا بيروقراطية بقى بتاكل وقت أطول شوي، بس وإنما الحقوق محفوظة، القانون قدر يحفظ لهم حقوقهم، يعني حقوقهم محفوظة، حقوقهم محفوظة بدون زعل وبدون خناقات بدون. أنا كنت أقول شغلة، أنتوا كانت سؤال على الإيجار، هلا هذا اللي بدي أسأله، كنت أرجع لك بموضوع الحرب. دائما موضوع الإيجار يمكن هي كمان من أكبر المشاكل اللي عم يعانوا منها، إنه شخص مثلا خلص عقدي معك، أنا بدي مدد، يمكن لا أنا بدي طلعك ممكن وبدي زيد عليك الإيجار، وخصوصا صايرة زيادة الأسعار زينب صايرة بشكل جنوني. صحيح، كيف فينا نضمن هالقصة؟ أنا كل اللي يعني عرفوا إنه بدي أطلع معكم، أنا أحكي لنا على أسعار الإيجار. صحيح، هو كل العالم، كل الناس هلا للحقيقة إنه هو هذا موضوع، هو إرادات أشخاص، يعني هي حقوق ملكية شخصية، مثل ما قلنا ما في مجال، يعني هذا سعر سوق، ما في مجال مثل ما بيقولوا بالعامية، ما في مجال للتحكم فيه. أنا كنت بدي أقول إنه بالعكس، يعني نحن دائما القوانين هون بتجي لجهة المالك، لجهة صاحب العقار كيف بده يحفظ حقوقه، لأنه لما عم تكون مشكلة المستأجر هي عم تكون بالأجار فقط لا غير، بينما المالك عم بيكون بحقه أو تعب شقال عمر هالبيت أو لعمر هالبيوت. يتجه القانون دائما للتوضيح. أنا كنت عم بقول على دعوة أنت على الإيجار، بس أنا كنت عم بحكي من جهة المالك مو من جهة المستأجر. أنا عم بحكي على القوانين القديمة اللي هي الفروع. الفروع. إنه القانون نص له دعوة تدعى إيجار المثل، وهي دعوة أو دعوة تخمين لرفع إيجار سعر العقار. في عقارات، في عقارات بنص البلد إيجاراتها يعني شيء زهيد جدا، يعني ما بينحكى بأمره. المحكمة بتخصص خبير، بيطلع خبير أو
يتفق الأطراف على خبيرين والمحكمة تسمي خبير محلف ثالث لتثمين السعر. هاي الدعوة كل 3 سنوات بحق له يرفع إيجاره. هاي رجعنا نحن نحكي عن المالك. المستأجرين للأسف قلوبنا معهم. يعني الوضع إن شاء الله بيرجع بيتحسن وبيصير أفضل. نعم. أنا الموضوع الأسعار ما إله حكم وما بينذكر السعر الحقيقي أمام الدوائر. طب هلأ بتفضل وجود محامي بكتابة عقد الآجار؟ نعم. يعني دائما عم نشوف المكاتب العقارية واثنين عم يتفقوا عم يكتبوا عقد مع حدا من البلدية خلينا نقول. نعم. لكن هل أنت يعني حتى يكون الشيء واضح هل بتفضل أنه يكون موجود أو باستشارة محامي على الأقل؟ طيب. أنا يعني طرقت موضوع مهم كتير. يفضل وجود المحامي لان كثير الوقت الحالي بوجود القوانين المتلاحقه وهي قوانين الايجارات طبعا احنا بالاساس نرجع للقانون المدني يعني ثغره صغيره ممكن تعذبه سنه وسنتين وثلاثه فالافضل استشاره محامي. هون بدي اقول مشكوره المحافظه او الاداره المحليه اصدار عقد للايجار اذا الايجار المتراود عم بيكون واضح فيه شروط تحدد هذا العقد اللي هن بنحط فيه مفصل هويات طرفين بنحط فيه عناوينهم يوضح العقار هذا بالعقد مواصفاته للعقار ان كان يوجد ملحق هو الاثاث مكيفات فرش هذا كله بيجب توضيحه. احيانا بنعمل عن مكتب عقاري بجوز يسها عن مكيف بجوز يسها عن غرض. هلا بهذا الوقت كله صار له قيمه وكله صار مهم لذلك الافضل هو اللجوء الى محامي لتحديد. نحن ما فينا نلزم بعقد الاداره المحليه بس عقد الاداره المحليه عقد مهم كثير لانه مستوفي ومشغول عليه بطريقه مهمه اضافه انه حتى الشروط حاطين 7 شروط انه بعد ما بيوصفوا العقار اداريا يعني بمنطقته العقاريه بيوصفوا العقار على ارض الواقع الطابق الجهه المكان بيرجع بيجي انه في 7 شروط من الشروط مو محددينها بس هاي الشروط مهمه كثير بعتقد اهم بند فيهم انه عدم السماح للمستاجر ان يؤجر لاخر او ان يستبدل او ان يستعمل العقار بحق ملكيه بحيث انه هو له منفعه فقط من العقار هاي المده المحدده اللي بده يقعد فيها. تمام. بالاخير بدنا ناخذ منك هيك نصائح يمكن للمشاهدين يمكن اذا بدهم يسجلوا يمكن على او يكتبوا عقد ايجار جديد وخلينا نحكي كمان هيك سريعا قديش بتاخذ الاجراءات للتسجيل بالمحافظه؟ بالنسبة للإجراءات بالمحافظة هي إجراءات بسيطة هلا أعتقد بس في يعني في موضوع بسبب الأزمة هو عم ينتهى يعني هذا كثير مشكورة الجهات المعنية عن هذا الموضوع يعني كان في بالقبل لبكة تبع بتروح على الشرطة بتروح لهون وعلى قسم الشرطة وبتراجع التغى كله هذا تماما هلا بالنهاية مشكور طبعا السيد وزير الداخلية صار مباشرة المحافظة هي المسؤولة فقط عن عقد الإيجار بالهويات إجراءاتها بسيطة جدا اللي هي توقيع العقود. هلا الأهم بالنسبة للأطراف بعطيهم نصائح إنه يكون العقود موضحة. نحن العالم بتخاف دائما إنه ضريبة كبيرة الضريبة تبع المحافظة وخاصة للعقار السكني هي 1% على ألا تقل عن 500 ليرة هيك بنص القانون. طبعا وزير إدارة المحلية بجوز رفع النسبة قليلا ما بعرف بس هي النسبة بسيطة جدا. العقار السكني المالية ما إلى أي ضرائب عليه. المالية ضرائبها تكون على العقار التجاري وهذا حق الدولة. لذلك أنا بنصح لما بتجي بتكون عم نلف مشان نهرب من شيء بسيط نقع بشيء خطأ بشيء أكبر مهمة كتير يعني الوضوح والاستشارة القانونية أساسية. إحنا من ضمن صوتنا لصوتك أستاذة نيبال يعني إن شاء الله كل اللي مهتمين بهالموضوع سيكون استفادوا من هي الإضاءة يمكن البسيطة. موضوع شائك إذا بدنا ندخل فيه تماماً. عن العقود تماماً. إن شاء الله بنحكي أكثر عن صيغة العقود لأكثر من شيء معك أستاذ نيبال زيتون. صباحكم تفاؤل دائما تعطي تفاؤل للناس أنتم. شكرا لك صباحكم مبارك صباحا أستاذة نيبال زيتون شكرا كثير لك ومثل ما أنا أكيد زينب الموضوع متشعب وبينحكى فيه كثير إن شاء الله شكرا كثير لك. أما زينب بدي أسألك